السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا حلقه خاصه بالفريق جهد الخدمي والهندسي الحكومي. يتساءل البعض يقول ليش تاكدون على هذا؟ حلقات وتتلو حلقات وانتم تعرضون هذا الفريق. هل هناك اشياء؟ هل هناك مبغى من عرض هكذا حلقات؟ نعم، هناك فائدة، ونحن نستفيد في هذه القناة من عرض هكذا عمل. الفائدة الوحيدة هو عدم يعني نكران الجهد المقدم للناس. أعتقد واجه هذا الفريق ظلم كبير من الناحية الإعلامية. بعض القنوات أظهرت هذا الجهد الكبير. الفكرة انطلاقها من الأساس هي فكرة نبيلة، أن تجمع كل المؤسسات، كل الدوائر، تتعاضد فيما بينها وتقدم خدمة للمواطن في مناطق انحرمت من الخدمات ما قبل 2003 وما بعد 2003، وعلى مدى حكومات متعاقبة. وكان العذر الوحيد هو الموازنة، أموال ماكو. إذن لماذا في هذه الحكومة، في هذا الفريق بالذات، دارت عجلة العمل؟ هو هذا التساؤل. لهذا احنا نتابع لحظة بلحظة، عمل بعمل، مسؤول تلو المسؤول، نتعرف على أعمالهم، وهذا واجبنا كإعلام. راح نشاهد أول تقرير، ومن خلال التقرير راح نعرف ضيفنا لحلقة هذا اليوم. هذا التقرير تم إعداده ليظهر عمل فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. إذن مشاهدينا الكرام، لنشاهد نحن وإياكم هذا التقرير، ومن ثم نعود نكمل وإياكم برنامج بخدمتكم. هذه الأرض اللي إحنا واقفين عليها الآن، اللي تشوفوها هي مساحتها 30 دونم، كانت مليئة بالأنقاض وبالنفايات اللي موجودة. تقدر كمية النفايات والأنقاض اللي موجودة بها بحدود 33 ألف متر مكعب. باشرنا في العمل قبل 10 أيام، واستطعنا أن نرفع كمية 27,365 متر مكعب من هذه الأنقاض والنفايات، ونقلها إلى أماكن أخرى خارج حدود المنطقة. والحمد لله الآن أنتم تشوفون المنطقة بدأت تنفتح عندنا بعد ما يتم تصفير التربة وتهيئتها، وبمعاونة مديرية بلدية الرشيد اللي أيضا أخذوا على عاتقهم مساعدتنا ببعض الجهد اللي موجود عندهم، وبإنشاء التصميم لهذه الحدائق والمتنزهات، وايضا مشاركتهم في عمليه ازاله التجاوزات اللي موجوده في داخل هذه او في حدود هذه الارض. باشرت مديريه الهندسه العسكريه بحمله تقديم الخدمات وحسب توجيهات المراجع من مناطق اطراف بغداد والمناطق الزراعيه التي كانت تعاني من قله الخدمات. فبعد ان مضينا 30 يوما في بلديه بوب الشام لتقديم الخدمات اللي اشتملت رفع الانقاض وفتح الطرق وفرش ماده السبيس وتهيئه الطرق للتبليط، انتقلنا إلى بلدية الرشيد، موجودين حاليا في منطقة شهداء البياع، حيث نقوم بإنشاء متنزه بمساحة 30 دونم
باشرنا برفع الأنقاض وتسوية التربة، وعند إكمال هذا المشروع سوف يتم الانتقال إلى المناطق المجاورة ضمن البلدية لتقديم أفضل الخدمات. قامت دار البلدية بمفاتحة الدوائر المختصة، دار المشاريع المتنزهات والتصاميم، لإعداد تصاميم لتحويل هذه المساحة إلى متنزه لائق حضاري. طلبنا أن تكون هنالك فعاليات متعددة، منها نافورة راقصة متميزة ومسرح روماني، وإضافة إلى شاشة عملاقة ومرافق صحية ومجموعة ملاعب خماسية ومجموعة ملاعب تنس وطائرة لخدمة مناطق المحيطة بالمتنزه. قام فريق الجهد الخدمي الهندسي بإجراء الكشف على مشروع مقترح، وهو تحويل شاخر رقم 6 ضمن بلدية الرشيد إلى طريق رئيسي يربط طريق مطار بغداد قرب ساحة ابن فرناس إلى علوة الرشيد. وهذا الطريق لو نفذ يخفف الزخم الحاصل في المنطقة ويربط المنطقة بين مطار بغداد والمحافظات الجنوبية، يعني طريق بغداد كربلاء وطريق بغداد الحلة، وبالإمكان أيضا إلى بغداد بصرة الكوت وميسان. هذا الطريق طوله بحدود 10 كيلومترات، وراح يصير بعرض 20 متر. الآن نحن في إعداد التصاميم الفنية إلى هذا الطريق، وراح يباشر الجهد الخدمي والهندسي متمثلا بجهد هندسة وزارة الدفاع وأمانة بغداد بلدية الرشيد. هذا الطريق يعتبر من الطرق الحيوية إن شاء الله إذا أكمل، ويخفف الزخم الكبير الحاصل في على الطريق الدولي الرئيسي بين مطار بغداد ومركز بغداد. عندنا خطة لاستحداث طرق جديدة تربط بين مناطق فيها زخم مروري كبير. هذه الطرق ابتداء راح نبتدي بها من طريق التاجيات اللي الآن وصلت نسبة الإنجاز بأكثر من 50%، وراح يوصل إلى مرحلة التبليط إن شاء الله. مشاهدي الكرام، شاهدنا هذا التقرير في منطقة البياع أو ما يسمى شهداء البياع. راح أتحدث بها بالتفصيل بعد مجموعة أسئلة، من خلال راح أتعرف على فريق الجهد الخدمي الهندسي، وأيضا نتعرف على ضيفنا. ضيف اليوم شرفنا في قناة اليوم وفي برنامج بخدمتكم سيادة الفريق حاتم المكسوسي، ممثل وزارة الدفاع وعضو الفريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي. نرحب بك أجمل ترحيب. يا أهلا وسهلا يا مرحب. الله يحفظكم. احنا نلقبك باللقب العلمي دكتور وفريق، ولك صولات وجولات في الدفاع و محاربتك ضد داعش، وهذا مشهود لك يعني سيادة الفريق حاتم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. أيضا تحولت هسه الآن من العسكر من الميدان، تحولت مباشرة إلى الميدان العملي اللي بخدمة الناس. كنتم تدافعون من أجل الناس، سلامة الناس، والآن أيضا تعملون لأجل الناس. هذا شيء بصراحة مفرح، تجربة فريدة من نوعها يعني، خاصة في العراق إن شاء الله. يعني وهذا راح يوصلني إلى سؤال، كيف تشكل هذا الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك دكتور وأحيي مشاهديكم الكرام. من خلال هذا المنبر الطيب الآن إحنا نسلط الضوء على مهام وتشكيل
الفريق الجهد الهندسي الخدمي الحكومي. هذا الفريق تشكل بموجب أمر ديواني بناء على أوامر السيد القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ المهندس محمد الشاع السوداني. يتشكل الفريق من رئيس للفريق وأعضاء دائمين، وأيضا فيه أعضاء يعني عد ما تتطلب الحالة أن يكونون موجودين. الفريق الهندسي برئاسة الأستاذ الوكيل وزارة الإسكان والإعمار الأستاذ جابر الحساني، هو من المهندسين المعروفين ولهم باع طويل في عمليات البناء والطرق والجسور، ومهندس محترم، وأيضا مدراء عامين من أمانة بغداد، وأيضا معانا سيد محافظ بغداد يشترك في هذا الفريق، وممثلين من كل وزارات الدولة. يعني مثلا عندنا الوكيل الفني في وزارة الكهرباء الأستاذ نزار، والوكيل التوزيع في وزارة النفط في وزارة النفط الأستاذ طالب، وكثير من الأخوان الأساتذة اللي موجودين معانا. وأيضا انضم إلى هذا الفريق مستشار قانوني لغرض حل كل المشاكل اللي قد تواجه الفريق القانونية في سواء في الميدان أو سواء في المعاملات الحكومية. سيادة الفريق دكتور، يعني ليش أخذتوا هذا التنوع بالفريق؟ هذا التنوع الحقيقة يعطي للفريق قوة أكثر وقوة أكبر. يعني هسه مثلا إذا أقول لك معانا أحد ضباط قيادة العمليات المشتركة، هسه راح تقول شنو واجبة هاي بالعمليات المشتركة؟ مو صحيح؟ صح. هذا واجبة أنه إحنا شنو المعوقات اللي قد نحتاجها في الميدان؟ يعني مثلا نريد نقطع طريق لفترة معينة، راح هو يكون حلقة الوصل ما بين عمليات بغداد أو القيادات الموجودة في المحافظات، تصدر لهم الأوامر بتنفيذ ما مطلوب لخدمة مشروع الجهد الخدمي. فهذا التنوع بالحقيقة أيضا ينطي فد حافز للفرق اللي دا تعمل في الميدان. يعني مثلا جهد وزارة الدفاع متمثل بمديرية الهندسة العسكرية، تقود دائرة الإسنان وأنا ممثل وزارة الدفاع. عندنا أيضا جهد دخل خلال اليومين الأخيرة من الشرطة الاتحادية وزارة الداخلية، أيضا عندنا جهد من وزارة الموارد المائية، عندنا جهد من الكهرباء، عندنا جهود من أمانة بغداد دوائر البلدية المشمولة واللي يكون العمل ضمنها، عندنا جهود من الحشد الشعبي، عندنا جهود من وزارة النفط، عندنا جهود الآن راح يدخل من وزارة النقل اللي موجود في البصرة اللي راح ينتقل إلى مدينة العمارة، عندنا جهود من وزارة التجارة أيضا راح تسددنا بالعمل، إضافة إلى الشركات العامة اللي موجودة اللي تابعة للإسكان والتعمير، هي من شركة حمورابي وشركة آشور أيضا راح تدخل في هذا العمل وفي هذا الجهد. فالتنوع يفتح باب المنافسة ما بين الفرق الموجودة ومنو اللي يبدأ أكثر. جيد، يعني أنتم بهذه الفرق، يعني الفريق فقط مركزي، يعني أنا مثل ما عرفت يعني صار تحولات من بغداد، بدأ العمل يعني استمر ببغداد، لكن صار عندكم تحولات إلى ديوانية، وبعض ما أعرف المحافظات بصراحة، وهذا سؤال مهيئ يعني وين الآن تعملون، يعني هاي نفس الفريق في بغداد العناصر الرئيسة هي تروح تتجول في المحافظات لو هناك فرق فرعية؟ سؤالك هذا لطيف يعني ويفصل الأمور على مجراها الحقيقي. هذا الفريق المركزي يعني عنده صلاحيات، تعرف الوزارات بمستوى وكيل بمستوى ضباط بهالمستوى هذا، صح، عندهم صلاحيات أن يصدرون أوامر، يعني ما يحتاج أنه نرجع إلى البيروقراطية الاعتيادية اللي موجودة في التعاملات، كتابنا وكتابكم وجر المسألة في الستة أشهر، وانتم عندكم أمر ديوان. هنا عندنا صلاحية أنه تصدر الأوامر مباشرة للتنفيذ. ممتاز. للتنفيذ. فلذلك تشوف احنا هذا الفريق الرئيسي المكون اللي هو هسه مقره صار في المنطقة الخضراء. هذا الفريق احنا من نتحول الى محافظات او تجينا الاوامر انه اسندوا المحافظة الفلانية وخصوصا المحافظات المحرومة، يعني اول ما دخلنا احنا على محافظة الديوانية. محافظة الديوانية موجود بها جهد. موجود بها جهد البلدية وجهد الكهرباء وجهد المجاري وجهد الإسالة الماء وجهد كثير من
الوحدات الإدارية الخدمية اللي موجودة في المحافظة، إضافة إلى أنه المحافظ يكون مسؤول ورئيس الجهد الحكومي في تلك المحافظة. فلذلك راح تصير عملية تقييم، احنا من نزور المحافظة يصير عملية تقييم اولا للموارد اللي متيسرة والمتاحة عندها. اكيد يعني انتم عندكم متابعة ايضا للمحافظات كفريق المركزي. نعم نعم. من نهيئ نروح نستطلع ونشوف شنو الموجود عندهم، فاحنا نحدد على اساسه، بالاضافة لانه المحافظة راح تنطينا الاماكن المستهدفة عندها والاكثر حرمانا. تمام. فاحنا راح نحدد الجهد اللي تحتاج هذه المحافظة لغرض زج إضافة لمساعدة الجهد المحلي اللي موجود عندهم. وعليه راح يكون الجهد ذو صلاحيات. ممتاز. ذو صلاحيات. وأيضا هم راح إحنا نحفزهم على العمل والانفتاح في مناطقهم. لا سيما أنهم هم اللي راح يرشحون المناطق الأكثر حرمانا والأكثر تضررا. وعليه إحنا راح يكون الجهد عنده أهداف معينة يذهب لمعالجة تلك الأهداف، فإن شاء الله يصير عندنا إنتاج جيد. جميل. إذن هي مو فقط الديوان، خلكم من أمين سيادة الفريق، يعني أغلبية محافظاتنا هي بحرمان، إن كانت في الغربية في الجنوب فرات أوسط شرق غرب، أغلبية مناطقنا تفتقر إلى أبسط الخدمات. أكو بعض يمكن مشروع مشروعين في المحافظة، لكن هذا مو هو طموح بالتأكيد. يعني ما هي المحافظات اللي بعد الديوانية جناب الفريق؟ احنا لحد الآن بعد الديوانية ذهبنا إلى محافظة السماوة. السماوة. وبعد محافظة السماوة يوم الخميس اللي مضى ذهبنا إلى محافظة العمارة. راح تقول لي أنتوا ليش بدأتوا بالديوانية السماوة؟ هاي المحافظتين أولا هي من ناحية الميزانية والأموال محافظات فقيرة نعتبرها. أه. لا عندها مشاريع بترودولار، ولا أكو شركات عاملة بها، ولا أكو بها موارد أخرى تعين المحافظة وتشكل إيرادات تساعد المحافظ باستخدامها بأعمال الإعمار داخل المحافظة. رحتوا على المحافظات الأقل دعما. الأقل دعما بالضبط. ولكن إحنا كل محافظاتنا تعتبر مستهدفة من قبل الفريق، كل محافظاتنا ان شاء الله، بس احنا مثل ما نقول العافيه درجات. ونعم. يعني الفريق كله ما صار له شهرين من يتشكل وتريد من عنده يدخل بكل المحافظات؟ لا بالتاكيد هذا ما ممكن. اضافه الى انه احنا هذا الفريق ايضا يحتاج الى اموال. الان الاموال اللي مرصوده لنا لهذا الفريق هي فقط من مكتب رئيس الوزراء 3 مليار حسب لا هي سمعت. مو 3 مليار، يعني احنا عندنا 15 مليار اوليه. آه. هذه تحت اليد، واكو موجوده 70 مليار حولها مكتب رئيس الوزراء الى وزاره الداخليه راح تستثمر في اعمال الفريق ودعم الفريق، وان شاء الله اموال جيده هذه يعني ممتازه. لا بالتاكيد يعني التحويل المباشر عندكم صار نعم مباشر. اكو الناس الفنيين والمسؤولين، يعني قلت لك احنا من ضمن الفريق ايضا عندنا عضو مراقب ولد الدكتور كامل البطاط. أه. من ديوان الرقابه الماليه. ممتاز. حتى يصوب عمل الفريق باتجاه القضايا المالية. حياتي. مستشار قانوني يصوب عمل الفريق باتجاه القضايا القانونية ومشاكل الاستملاك والأراضي وما شابه ذلك. هو هاي المشكلة. قول. دكتور اكو في بعض المناطق بالتأكيد اكو توزيع الأرض تمليكا. تلقاها مرة وزارة المالية زراعية، مرة تلقاها حقوق ناس صحيح. ناس اجت تجاوزت عليها. انتم هنا راح تدخلون في طبعا عندكم المستشار القانوني بالتاكيد يعني معالجته، لكن هاي وحده من معوقات العمل اتوقع. يعني انتم تمضون في مشروع معين اكيد واضعين استراتيجيه معينه دراسه قبل ان تشتغل عجله العمل في داخل هذه المنطقه. كيف قاعد تعالجون هاي القضيه جناب الدكتور؟ هذه القضيه احنا عندنا نعتبرها بسيطه. لانه ايضا بعضو عندنا عضو بالفريق الرئيسي مدير عام دائره عقارات الدوله من وزاره الماليه. حلو. فهذا راح يكشف لنا هل هي املاك خاصه؟ هل هي املاك تابعه لوزاره الماليه للدوله؟ هل هي املاك زراعيه؟ وتعرف انت مشاكل الزراعي والطابو الزراعي والمثقل بالمشاكل وانواع اصناف بالنسبه للاراضي الزراعيه. فهذه كلها راح تفض لنا اياها دائره عقارات الدوله ووزاره الماليه. فلذلك احنا من نتوجه الى منطقه
قلت لك الفريق هاي فائدة يكمل تنوع بعضه بعضا. هو هاي فائدة، هاي المشاكل ما تصادفنا يعني. ممتاز. احنا فقط الملك الخاص ما نتحرش به، املاك المواطنين واللي بيها سندات ملك شخصي هذا ما لنا علاقة بها ولا نوصل يمها ولا ابدا. بس اذا ما عنده خدمات ويحتاج مثلا احنا من نوفر له كل الخدمات. نوفر له كل الخدمات. كثير هسه من المناطق هي يعني ارض خاصة للمواطنين يعني ملكهم، واحنا الان ده نشتغلهم بالشوارع والتبليط والمجاري والكهرباء. زين هو عنده سؤال فني دكتور، اذا مثلا هاي القطعة اصلا المحافظة مطيتها الى شركة معينة، نعم، وهاي الشركة تلكئت، نعم، انتم شو راح تعالجون اذا تقدموا الخدمات؟ عندنا في محافظة بغداد يعني بقية المحافظات بتواجهنا هيك مشكلة. أه. نعم فقط في محافظة بغداد. محافظة بغداد عندنا حدود الأمانة، أمانة بغداد، وعندنا حدود المحافظة. يعني مثل ما تعرف جنابك المركز وأطرافه يعني القريبة هي هاي حدود أمانة بغداد. فأي مشاريع تتم في هذه الأماكن هي من اختصاص أمانة بغداد أو من ضمن مشاريع أمانة بغداد اللي تنفذ أو المستقبلية. الأطراف هي من اختصاص محافظة بغداد. البلديات. مو البلديات. اختصاص محافظة بغداد. اي بس مديريات. اي بس تقوم باعمال بلدية، اعمال صح. مجاري، اعمال ماء، اعمال كهرباء، هذني كلهن محافظة بغداد تقوم به. محافظة بغداد عندها اموال هائلة. الان يعني حسب ما سمعت اليوم انا من سيد رئيس الفريق لما زارني الى موقع العمل في منطقة الكارخ، قال المحافظة عندها تقريبا تريليون وكسر وما دا يعرف وين يوديها. زين طيب زين هاي اموال مو سهله صح. يعني هاي انها تسوي لك بغداد جنه يعني مو يعني احنا كل اللي عندنا 15 مليار اللي دا نشتغل بها، ومن ضمنها هاي ال 15 مليار بالمناسبه يعني عمل الرحلات اللي قام بها الحشد الشعبي. اها اي هاي كلها من هذه الادامه، التصليح، شراء الانابيب، شراء ماده السبس، هاي كلها مواد احنا نشتريها بالضبط. مو مجانا لان هذا ضمن مقالع. فانت هاي ال 15 شوف هاي يعني هاي الابواب مفتوحه عليها، بينما انت لو تقارنها بهذا المبلغ تعتبر لا شيء. لذلك احنا هاي القضيه بدينا ايضا نحلها ونفصل ما بين محافظه بغداد وامانه بغداد. المناطق اللي محاله الى او مشاريع ومصروف عليها فلوس وسلف وداخله بها شركات او مقاولين احنا ما نتدخل بها. بس تلكأت المحافظة مجبورة أن تحل مشاكلها مع المقاول أو مع الشركة، بعد ذلك إحنا نكون مفتوحين. وهي صارت عندي إحنا بجهد وزارة الدفاع في منطقة بوب الشام، هي منطقة واحد حزيران والإسريدات والإصلاح. بعدين إحنا اشتغلنا بها، سوينا تسوية وفتحنا طرق وفرشنا سبس ويعني ردبنا كثير من المستنقعات والجسمه. بعدين تبين انه هذه المناطق انه محافظه بغداد حايلتها الى شركه. قلنا لا باس مو مشكله، احنا اصلا ده نشتغل يعني جهد وزاره الدفاع ونشتغل بشكل مجاني مع الفريق. فقلنا ماكو اشكال، احنا هينا لكم اياها، يلا توكلوا على الله واشتغلوا كملوا مشاريع. بس انجزوا. زين سياده الفريق يعني جهد وزارة الدفاع من شنو؟ تكون من شنو؟ جهد وزارة الدفاع حقيقة أنا قلت لك يعني تعرف وزارة الدفاع من فتحة من الشمال إلى الجنوب. أنا عندي الميدان، الميدان عندنا في وحدات فتحة في مناطق صحراوية ومناطق جبلية ومناطق مرتفعات ومناطق سهول ومناطق يعني شلون نقول عليها أهوار ومستنقعات. لان احنا هسه عندنا مثلا شغل عندنا مال سده هور الحويزه. يعني هاي سده عملاقه دا نشتغل بها، عندنا الحوازات مال شط العرب احنا دا نشتغل بها، يعني هذا كلها اعمال مدنيه. جهد الفريق الهندسي وصل للعمارة مو فريق الجهد هذا فقط الدفاع. هذا جهد هندسه العسكريه لوزاره الدفاع. انا منين اجيب معداتي اللي اشتغل بها؟ اجيبها من صنف الهندسه العسكريه، وبعض الصنوف اللي موجود عندها شيء قد يساعدني به يساعدونا به. احنا تخصصنا في مدينة بغداد الآن ضمن الجهد اللي موجود عندنا انه نسوي التسويات والساحات وتأهيلها وتهيئة مناطق المشاريع. ممتاز. يعني احنا نهيئ لك المكان ونقول لك تعال ابني مشاريعك. شنو مشاريعك؟ مي، كهرباء، مجاري،
حدائق، متنزهات، طرق، كل اللي تريد انت تسوي. وعدنا عليها امثله ممكن انه اني اتكلم لك عنها ان شاء الله. ممتاز، يعني هذا الجهد بصراحه كبير يعني اللي ان شاء الله الدفاع، واكيد هو يعني هذا التعاضد مع الحشد الشعبي مع الدوائر الاخرى اعتقد راح يطلع نتاج ايجابي انا احسه يعني. ان شاء الله انتاج وانتاج ممتاز يعني يغني عن عشرات السنين. شركات يغني عن الشركات والابتزاز والتفاصيل. اعتقد انتم شويه وقفتوا عمل الشركات وعمل الكوميشنات والتفاصيل، واي واي راح تقلل. احنا ما نقول وقفنا عمل الشركات. لا لا يعني هذا ترجعني انت بالمؤقت الى مشكله انا سبق وان عانيت منها في 2014، يعني لما بدينا نصنع قنابل الطائرات صارت مشاكل مع الشركات اللي قد تصدر لنا وتورد لنا. يعني كانت القنبله زنت 500 كيلو غرام اللي احنا نصنعها بحدود ال 200 دولار بينما نستوردها ب 13000 دولار. فرق كم هائل. فهذه لربما هم تجيبنا على هذا الموضوع نفسه تقريبا او مشابه له. لا احنا بالنسبه ان نريد نخدم المناطق المحرومه ونخدم المواطن ونبين له انه اكو شيء على الارض. اما الشركات فلما تقوم بمشاريعها فخير على خير وبارك الله بهم. يعني الان انت تشوف خليجي 25 طبعا. الناس اللي تترحم على المرحوم عبد الله عويز المقاول مو شركه هذه اللي تترحم له وذكروه بالطيب. فاحنا نتمنى من شركاتنا ان تحذو حذو عبد الله عويز حتى يترحبوا لهم ويذكروهم بالطيب. بالضبط صح. ومع العلم ما اخذ استحقاق المالي. نعم. ولكن هو حتى يعني الدوله استدانت من اعماله من مشاريعه الله يرحمه. رجل قدم تحفه فعلا معماريه. ولا انسى ايضا هو المشروع اساسا لوزير الشباب والرياضه جاسم محمد جعفر كان امانه واحد للتاريخ يعني حتى لا يظلم لا يبخس الناس اشياء. ومن بعدها استمرت الى عبد العزيز عبطان استكمل المنشآت الرياضيه وحتى الخليج والعرب. بس اشوف سبحان الله موضوع استدار اخذ كيف عالي. لكن الخليج يعني انبهروا بهذه التحف المعماريه الشكل الهندسي. واحنا لنا فخر ان يكون الطيب العراقي ما يعني يقول لك انا ما جيت اسبوعين ما صارف مبلغ 100 دولار او 200 دولار. هذا الاعلام الخليجي ده يقول صح. وهذا كله جاء بالتاكيد من سفره الامام الحسين عليه السلام. الله يعني. الشعب اللي يوكل 20 مليون مليون ما يقدر يوكل مليون 100000 يعني. لا على العموم موضوع جيد وشيق بصراحه. دكتور حتى شاهد نستمر عندنا مجموعه اسئله بصراحه اتمنى يكون الوقت اسعفنا لكن نشوف التقرير ونرجع ولكن نستكمل الحديث ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام راح نشاهد نحن واياكم هذا التقرير الاخر ايضا عن جهد الخدمي الهندسي الحكومي مثل ما نقدم وياكم حلقه اليوم. توجيه من دولة رئيس الوزراء بسرعة تقديم الخدمات للمناطق المحرومة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية. بصراحة الحمد لله اللي كانت محافظة الديوانية هي المحافظة الأولى بعد محافظة بغداد التي استهدفها فريق الجهد الخدمي والهندسي، وتم اختيار مناطق زراعية إما داخل التصميم أو بمحاذاة التصميم. هذه المناطق هي لم يدخلها أي جهة حكومي كونها كانت زراعية و
وتسمى المناطق العشوائية، ولكن بعد صدور قرار مجلس الوزراء 286 واهتمام دولة الرئيس ببرنامجه الحكومي أن تستهدف أولاً المناطق المحرومة، باشرنا في هذه المناطق العامل والأمين ودور سيد محمد ضمن مركز محافظة الديوانية. الأمطار، شدة الأمطار في الآونة الأخيرة أخرت عمل الفريق، ولكن الحمد لله سيقوم الفريق وبشكل عمل أكثر من شفت واحد من أجل تعويض الفترة السابقة، يشمل العمل كل الفقرات، الماء، المجاري، الطرق، الكهرباء، المدارس، وفي مركز محافظة الديوانية وكذلك في الأقضية والنواحي. ولدينا حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على تأهيل 97 مدرسة ضمن محافظة الديوانية، وكذلك بناء مدرسة وبناء جناح مكون من 6 صفوف. اليوم الحكومة المحلية في الديوانية وفريق مكتب رئيس الوزراء وجهد الهندسي، كلنا نعمل بروح الفريق الواحد حتى تتضافر الجهود كلها من أجل تقديم أفضل خدمات لأبناء محافظة الديوانية. إحنا نشكرهم باسم أبناء المحافظة، وأيضا نعلن استعدادنا ودعمنا لجهودهم ولأي عوائق قد تحصل في العمل هنا وهناك. إحنا أيضا مستعدين للمساعدة والمعالجة، وأيضا دوائرنا بالإضافة لجهودهم أيضا هي متواجدة اليوم لغرض إكمال وخدمة أبناء محافظتنا في هذه الأحياء. تم تجهيز الأنابيب الخاصة بأعمال المجاري بالكامل، وبوشر العمل بأعمال الماء والمجاري البنى التحتية، ومن ثم ستباشر البلدية بأعمال الإنهاءات والإكساء للشوارع، علما أن الكهرباء قامت بأعمالها في هذه المناطق الأربعة، أنجزت حيين ولا زالت الأحياء الثلاثة الباقية قيد الإنجاز. وإن شاء الله في الأيام المقبلة ستشهد هذه الأحياء طفرة نوعية في أعمال الجهد الخدمي والهندسي. الجهد الخدمي جاد بعمله وواضح من خلال إيصال الأنابيب المجاري وتهيئة الأرض، وإن شاء الله الأعمال بصورة جيدة جدا. ونشكر دولة رئيس الوزراء وجهد الفريق الهندسي على إيصال الأنابيب، وجميع الخدمات إن شاء الله تكمل على وجه حق إن شاء الله. هذه عودة مرة أخرى مشاهدي الكرام مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة عن الجهد الخدمي الهندسي الحكومي، وضيف حلقتنا اليوم الدكتور الفريق حاتم المكسوسي ممثل وزارة الدفاع وعضو فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي. سيادة الفريق، يعني شاهدنا التقرير حول الديوانية وحنتحدث عن الديوانية، لكن هذا عادني إلى التقرير الأول اللي شاهدناه في شهداء البيعة. اعتقد يمكن يعني هذا التصوير هاليومين يعني مصوريكم، شنو هالمنطقه الجديده هسه استلمتوها ولا صار لكم فتره؟ هذه المنطقه الحقيقه هي هذه مساحتها 33 دونم موجوده واقعه في ما بين حيين سكنيين في منطقه يسموها شهداء البيع. هذه كانت مكب للنفايات وايضا مكب للانقاض، وكانت اكو بيها يعني مكان مال شركه مال كسارات مال اسمنت ومعمل مال اسمنت، وتعرف هذه شو تخلف من مخلفات في هذه المنطقه. وكانت عليها تجاوزات كثيره موجوده، ناس بانيه بيها سكلات وناس مسويه بيها مقرات مال مولدات والى اخره. احنا صار تقريبا 10 ايام من استلمنا هذا الموقع، صدرت لنا الاوامر انه يكون هذا الموقع اللي مليء ب
آلاف الأمتار المكعبة من النفايات والأنقاض أن يكون متنزه ترفيهي لأهالي المنطقة. وأيضا أكو جزء من ضمن هاي 33 مكان يصير لإنشاء مدارس مدرستين. فبابشرنا بالعمل بحمد الله وجبنا معداتنا وبلشنا برفع وتسوية ونقل هذه الأنقاض الكبيرة. رفعنا لحد البارحة يعني 28 ألف متر مكعب من الأنقاض، وسويناها ساحات وتسوية مثل ما شفتها بالتقرير مال جنابكم. هذه أيضا إحنا طلبنا من أمانة بغداد، تعاوننا فيها مديرية بلدية الرشيد من أمانة بغداد، طلبنا منهم أن يهيئون تصاميم حديثة وخاصة لإقامة مركز ترفيهي ومتنزه لأهالي المنطقة، راح يشمل كافة الخدمات الترفيهية للمواطنين والمساحات الخضراء والأشجار. هاي من يجهزها؟ يعني هسه أنت من سوق متنزه أكيد بمدينة ألعاب يعني هاي الأموال. لا إحنا ما راح نسوي مدينة ألعاب وهذا، لأن مدن الألعاب موجودة هناك. زين. وهاي راح تأخذ حقيقة مساحة من الأرض الخضراء. إحنا نريد مناطق خضراء ومناطق ترفيهية في داخلها ما تأثر على المناطق الخضراء. فلذلك إحنا سوينا هاي التسوية والساحات في هذا المكان، والتصاميم راح تكون حديقة نموذجية وليس عشوائية إنه أجيب حشيش وازرع واطلع قبل. لا، تصير بها أشجار وتصير بها مكان ناس تتمشى، ناس تأخذ يعني تصير بها شلون نقول أكشاك أو مناطق كوفي شوب، يعني تأخذ قهوة وأنت تمشي، تأخذ عصائر ماي وهكذا، بحيث أماكن ترفيهية متكاملة للمواطنين. متى تنجز هاي هاي إن شاء الله؟ إحنا ما نقول إحنا ما ننطي توقيت معين، لأن تعرف هسه أنا بعد ما سويت التسوية بالنسبة لي هيئتها، وبعد عندي راح أخذ بها أخشط بها من الأرض إلى أن نصفرها نسويها المرحلة الصفرية، ومن ثم نجيب تراب نظيف وندفن هاي المناطق، لأنه قلت لك هي أصلا كانت مكب نفايات، فمن حفرنا بالداخل بالعمق وجدنا نفايات لا تزال موجودة. أها. فهذه تسبب لنا مشكلة لما نريد نقيم منتزه عام أو مساحة خضراء. فإن شاء الله راح نعالجها، إضافة لأنه التصاميم تصادق من قبل المديرية العامة للحدائق والمتنزهات في أمانة بغداد، مع رصد مبالغ لغرض زراعة الحشيش، وأيضا تهيئة قنوات الري. يعني إحنا نريد الري مالتها يكون بالطرق الحديثة، صح، اللي لا يسبب هدر بالماء و غيره. فلذلك تحتاج بعض هذه ايضا فلوسها، وهذه مرصوده ضمن فريق الجهد الهندسي. ممتاز دكتور. يعني اكيد هناك معوقات، واحده من اعتقد الامطار سببت. نعم، الظروف الجويه تاخرنا بالعمل. ظروف الجويه لما تصير امطار، تعرف انت المعدات شفلات وبلدوزرات وجريدرات، صحيح، وقلابات، يعني واحنا اصلا دنهيج التربه مو دنسكنها. تمام تمام. فهاي تاثر علينا. انا سمعت شاخه 6 سويب، شنو موضوعها الحقيقه؟ هذا العمل اليوم بدانا به وباشرنا بحمد الله، بس احنا قبله قمنا بعمليات استطلاع، وايضا كثير من النواب قدموا مناشدات الى فريق الجهد الحكومي ولا دوله رئيس الوزراء، انه هاي المناطق تعاني من مبزل صار له يعني قديما في زمن النظام البائد، كان هذا المبزل يغذي القصور والبحيرات التابعة للنظام السابق. بعدها بعد 2003 هذا انتهى المبزل، فقد قيمته، أصبح مكب للنفايات، وأصبح مكان لتفريغ المياه الآسنة، وأصبح ملجأ للقوارض والعقارب والأفاعي. فهاي الناس كلش متأذية من عنده، يعني أصبح مصدر تلوث بيئي عالي الخطورة. طيب، هذا المبزل يبدي من منطقة حي الفرات أو من شارع المطار من يم عباس بن فرناس، ساحة عباس بن فرناس، وينتهي خلف علوة الرشيد. يعني هذا إذا حولناه إلى طريق حولي راح نخفف الازدحام عن سنتر بغداد، صح، من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية. يعني بدل ما أنت طالع من المطار وتروح تمر على البياع وتمر على تقاطع الدورة وتمر على السريع وعلى علوة الرشيد، وهاي شايف الاكتظاظ والازدحامات، بعد تطلع أنت مباشرة على هذا الطريق يذبك خلف السيطرة. وأكو عندنا نية الآن صار القرار عليها اليوم مع بدء العمل، أنه نربطه بالخط السريع.
هذا الطريق نربطه بالخط السريع، مو فقط نربطه بالرحلة الرشيد. نعم. يربط بالخط السريع راح يصير هاي واي. فاذا اجانا طريق حولي والارض مالته هي ملك وامانه بغداد. كل الطريق هذا اي ملك امانه بغداد والحمد لله. فالعمليه ايش راح نسوي احنا؟ باشرنا العمل اليوم بعمليه راح نقوم نرفع انقاض من هاي المناطق، راح ننظفها. ندفن هذا، راح نفتح شارع. يعني صارت العمليه بعده عمليات. يعني تنظيف للمناطق وردم مستنقع او نهر آسن وملوث للبيئه، وفتح شارع وطريق حولي حول منطقه الكرخ يربط شمالها بجنوبها. وهذا الطريق أيضا نعم منطقة. هذا طوله 14 كيلومتر وعرضه 20 متر، مو سهل. يعني راح يصير هاي واي بنص الاماكن، بنص هاي المنطقه المتطرفه او يعني خارج السنتر. تمام. فلذلك العالم راح تبدي خصوصا في ايام الزياره. طبعا هذا الطريق بالمناسبه هذا مسلك مهم ورئيسي لزوار الأربعين يطلعون به، اللي يجون من عندنا من التاجي ومن غير مكانات من شمال بغداد يسلكون هذا الطريق، يطلعون باتجاه طريق كربلاء، خاصه مناطق المحاضره المطار البياع. نعم. كذا الشعب كلها راح تستفاد، البياع والرساله وحي الفرات والدوانم، شرطه الخامسه، شرطه الرابعه، سويب، حي الرساله، حي الامانه، الشعلة، الكاظمية، حتى هذا الطريق. نعم. اللي راح يجي من الكاظمية واللي منجي من التاجي هو راح يجي على خط سريع مباشرة، يصعد ينزل على المطار، يفتر بن يوم عباس بفرناس، يسلك هذا الطريق، بعد ما يفوت جوه راح يخفف لنا كثير زخم داخل بغداد. زخم ليس بالهين، يعني ليس بالهين، هاي معاناتنا يومية طبعا بالزخم. بالضبط. فهذا المشروع ان شاء الله يعني انا اعتبره من المشاريع الاستراتيجية اليوم ابتديتوا به. نعم. اليوم بدينا بعمليات الدفن والردم، راح نهيئه. وصار اتفاق اليوم شركة حمورابي كان موجود يمنا. ممتاز. قلنا له راح يعني نحاول ان نشتغل على شكل مقاطع سكشرات. ممتاز. كل مقطع احنا نخلصه تجي انت ورانا تشتغل مال هذا حتى يكون العمل متداخل. يعني حتى اللي مقد اختين وانا اريد استثمر وجودك جناب الدكتور الله يحفظك. شنو قصة مستشفى حي الرسالة بجانب الكرخ؟ اليوم كله دا يشتغل على الكرخ عندنا الرصافة. تقول انت قاعد اي تفضل. الكرخ اذا تجي عليها بيها تقريبا بحدود الاكثر من مليونين نسبة. المكان الوحيد للاخلاء الطبي هو مستشفى اليرموك. تمام. هيك مناطق صعبة عليك اخلاء طبي بمستشفى واحد. فوزارة الصحة من فكرت بنت هذا المستشفى وسوتها هيكل كامل، مع العلم انه مبالغه مرصوده وموجوده لدى وزاره الصحه والهيكل كامل، لكن توقف العمل به لبعض الظروف، ما اعرف هسه شنو الحقيقه يعني اولياتها وتاريخها. هذا 500 سرير، يعني بقد مستشفى اليرموك اربع مرات، يعني ممكن عادي، يعني راح يخدم المنطقه بالكامل. الان صدرت الاوامر قبل يومين بإخلاء المتجاوزين اللي موجودين في هذا المستشفى وتسليمه إلى وزارة الصحة لغرض المباشرة بإكماله، ما نقول تأهيل، نقول بإكمال بنائه وافتتاحه إن شاء الله. وهيكل هيكل كامل بس بدون معدات. اي طبعا. بس هي مرصودت له الفلوس، مرصودت له الفلوس وموجودة كل فلوسه في وزارة الصحة ومنذ سنوات. يعني هسه ممكن هذا نقول نستبشر خير بأنه يعني مو قريبا بالتأكيد، يعني مو سهل مستشفى وبكل معداته وتفاصيله. بس لكن شرحتوا به ان شاء الله، وقلت لك قبل يومين صدرت الاوامر باخلاء المتجاوزين. خلاص من اخلينا المتجاوزين بعد وزاره الصحه مجبوره ان تقوم بواجباتها واكمال بناء. بصراحه دكتور بعد عندي مجموعه اسئله لكن الاخ المخرج قال لي خلاص انت يعني اناف. خلص وقت الحلقه بصراحه مرور السحاب، يعني سهل وسلس الحوار معاكم كونك انت تمتلك هالفئه من المعلومات المهمه بصراحه، كنا محتاجين ان نعرف بها المواطن العراقي كيف يجري العمل، ما هي ادواتكم، ما هي مخططاتكم المستقبليه. عم اشوف هاي خطط استراتيجيه بصراحه، يعني هذا الحولي ولا التمر ولا بناء اعاده بناء او اكمال مستشفى ب 500 سرير، هذا يعتبر انجاز انت حقق، وان شاء الله نحن عون لكم ان شاء الله كاعلام ان شاء الله وجهودكم
لابد ان يعرض للناس وهذا واجبنا ان شاء الله. الله يبارك، الله يحفظكم. الدكتور الفريق حاتم المكسوسي ممثل وزارة الدفاع وعضو فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي، شكرا من القلب لك، شكرا لحضورك اليوم ويانا. اهلا وسهلا وشكرا لكم. الله يحفظكم. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة، لان دا يستعجلني السيد المخرج يقول خلص وقت البرنامج، عندنا برنامج اخر. بكل تأكيد نحترم توقيتات البرنامج ونقول لكم تقبلوا تحيات كادر البرنامج، والتقيكم باذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء، وتقبلوا تحياتنا. معد ومقدم البرنامج حازم الحربي أبو عمر، في أمان الله.